اسمي إسراء بيلون، عمري 24 سنة، خريجة هندسة معمارية من الجامعة اللبنانية، ماجستير. الشغل هو عبارة عن paper art، لف الورق، بالإنجليزي اسمه quilling art، لف الورق. فبلشنا هيدا الشغل بعد ما يعني نجحت أول تجارب، وكانت ردة الفعل كتير حلوة. وبشتغل gifts كمان من ضمن الكويلينج، بشتغل لوحات أكواريل ورسم وكذا، بس أكتر شيء يعني متعارف عليه وبسوق له هو الكويلينج أكتر شيء. كانت أول شيء ردة الفعل العالم كتير حلوة وكتير مشجعة، خصوصاً إنه كان الشغل ما يبين كتير على الصفحة، يعني العالم تشوف لوحة حلوة بس ما كانوا يتخيلوا إنه هي بهالتفاصيل، بهالدقة، بهالألوان العالية، بهال الديتيلز، بهالحرفية العالية. ونظافة الشغل كانت كتير أساس حتى العالم حبوها. إن شاء الله أنا أنه بطمح أكيد صير أتعامل مع شركة شحن ووصل لبرا، ويكون اسم صفحة اسمها لوريه، يكون اسم لوريه عالم إن شاء الله. جوات كل شخص فينا مبدع، كل حدا إبداعه بمحل. بوجه رسالة لكل إنسان فنان ما يستسلم أبداً، ويحاول ينمي فنه ويشتغل على حاله، لأنه أكيد حيوصل لمرحلة كتير مبدعة وكتير محترفة.